عشان ما يتعصبوش. يا حياتي يا اصل العرب، خدوا نفس عميق، ايوه شهيق زفير بدون اعصاب، لانه العصبيه مضره بالصحه. مصطلح مكه اول ظهور له كان في النقوش اليمنية القديمة قبل الإسلام بآلاف السنوات. فيلا نهدر. أغلبنا يعرف إنه المقا هو المعبود السبئي القديم لمملكة سبأ، وكان لقبه سيد الأرض أو سيد الكون، لأنه كان المسؤول عن إنماء الأرض والخصوبة الزراعية. وله عدة أسماء كمان، زي مثلا في معين يقال له ود، وفي قتبان يقال له عم، وفي حضرموت يقولوا له سين. إلى هنا نحن حلوين، بس لازم نسأل ونعرف إيش يعني المقا. فخلونا نروح للمعنى اللغوي، أو بمعنى أوضح اللفظ نفسه. صحيح إنه كثير من الباحثين اختلفوا بمعنى الاسم، ولكن نحن اليوم بنعرض آراء الباحثين. ينتبهوا أن يقول لكم آراء الباحثين مش رأيي أنا. نجي أولا إلى حرف الألف واللام في أول اسم المقا. ممكن البعض يقولوا هذه الألف واللام أداة التعريف، وهذا مش صح، لأنه أداة التعريف عند السبائيين كانت حرف النون في نهاية الكلمة، زي مثلا رحمنا، وهي تعني الرحمن. النون هنا أداة التعريف. ولما تجي تبحث وتقرأ وتعرف أنه ال هو اسم الله أو إله، زي ما أشار له المؤرخ موسكاتي في كتابه الحضارات السامية القديمة صفحة 319، والدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، قالوا إنه أل كان اسم إلهي في بلاد الرافدين وفي بلاد الشام القديمة، وكان إلها ساميا معروفا في العبادات السامية. وكمان المؤلف دلتف نيلسون في كتابه التاريخ العربي القديم صفحة 206، هيا أني أقول لكم بالصفحات ها عشان متعصبوش، أكد إنه كان هناك معبودا معروفا باسم أل في كل بقاع جزيرة العرب. ويشوف انه كان اسما ذا دلاله عامه يستخدم كبديل لكل اسم الهي في حديث الغائب، وطبعا تواجد هذا الاسم في النقوش السبائيه والقتبانيه. واجا صاحبنا كونزاك ريكمانز المتخصص في اللغات الساميه وقال ايوه انه الال تساوي ايل، جاءت في النقوش السبائيه تحمل لقبين، يعني فخر ويعني العظيم، ولفظ تعالى يعني تعالى. ومن اساس هذه المعلومات كلها نقدر نقول انه الالف واللام في كلمه المقا ليست أداة تعريف، إنما تعني اسم الله أو الإله، ليصبح اللفظ إله مقا أو رب مقا. إلى هنا نحن حلوين وزي الفل. نجي الآن لتاء التأنيث في كلمة المقا، ليش موجودة بالرغم إنه المعبود وذكر مش أنثى؟ خلونا نجي لنقش قتباني مكتشف يشير إلى موضع الذبائح المقدسة بقول مخت ملكا بمكة، والتي تعني مذبح الملك بموضع مكة، يعني المذبح الملكي في منطقة مقدسة ويطلق عليها مكي، لأن الذبائح لا يكون إلا في معبد مقدس، وهذا الكلام اللي كلنا طبعا نعرفه. وهنا نقع في تساؤل جديد، إيش علاقة المقا بمكي؟ ورد عن ابن طيفور المصري والقيروان إنه أهل اليمن قديما كانوا يقلبوا حرف القاف كاف، زي مثلا كلمة مكرب السبائية واللي تعني مقرب. يلا خلونا نجي نقلب القاف كاف بلفظ مقا، بتكون ايوه قولوها لا تفتقعوش، مكة. وخصوصا انه جاء في النصوص السبائية اكثر من اشارة للاله المعبود باسم دوي سماوي، اي رب السماء او الذي في السماء، وهذا تأكيد على انه المعبود ذكر وليس انثى. اما مقا او مكة ما كانت الا حرم ومعبد للاله القمر في الارض. اذا المعادلة في النهاية هي كالتالي، مقا تعني معبد مقدس، ورب البيت هو ال، وهو نفسه ذو سماوي، وتعني رب السماء يعني إله مكة. أخير نقدر نقول وبكل فخر أن النقوش ولغة أجدادنا القدماء تعتبر منبع الضوء الأول للسان اليمني والموروث العربي. ببساطة الحضارة اليمنية القديمة المنفردة حضارة حياة وإنسان، ولازم كلنا نعرف تاريخنا العظيم. إلى هنا ونكون خلصنا وجبنا المفيد، ولو عجبتكم الحلقة فعلوا لنا لايك، ولا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو فيكم طافة نزلتوا تشوفوا المصادر في صندوق الوصف. سلام يا حبايب.